بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بابشتواني خوي تعالى لخزمتنا أبين بو كتابي كتازا عندك درسي زور جرين لسر كتابي رفع الملام عن الأئمة الأعلام كتابك لكتب كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أكتب برنجيش زوري هيا كنك بابتي أكتب في وسته بابتي منهجه أو منهجة أو طريقة أو ريق أو ربازيك إنساني مسلماني سني با تندرس لسري بروة وصد بعدل بي لنيوان إفراط ولنيوان تفريط، لنيوان زيادة الروي لنيوان كت روي. شبان بخوة تعالى لدوتوي أم كتابة كومالا يكزور باسي زور جرينج شيخ الإسلام ابن تيمية طرحيك لويك إنسان تشون ما ملبكت لقل زهنايانا لقل علماء لقل فتاوكانيانا ولقل خلاف نيوان مسلمانانا كاتيكا مسلمانان جاوازيشان هيا لا ورقتنيني اجينا اصل لهمو انسانيك مسلمان اويكا يعني همو يكيك لمسلمانان اصل اويكا حول اداب وعي بيادي الدين بكا بوش شوازيك اخوائي بوش شوازيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم اوي واصلش لمسلمانا قماني باشا حسن الظن همو يشكل ايما بلاي خمانا وتشون تو خود بكسيك ازا ابيني يا بكسيك دعنيك اتوي دين وكو خوا سبحانه وتعالى تشون ايويت في عديكي ابي واش قمان دوي بو مسلمانا كيتير بلان بركت كأويش ايويت مرادي خوا مبستي خوا خواستي خوا تعالى بدي بينه تو چون اتوی قرآن و سنت چون بگمان دوا بکا اوی تریش مسلمانکی تریش هر اوی قرآن و سنت پیاده که اما غالبا اصل اما یه جالبر اما ابینی کمالک حکار هن کمالک حکار هن بونتا حکاری او خلافی که لبینی زنایانه هیا هر لکونه و هر لبینی صحابه لبین تابعین لنيوان بيشاوكان الإسلام وكو إمام الشافعي وإمام أحمد وهروها أواني تليش لا مذاهب ولا فقهاء. أم كتبا كتبي كيغرنجا باسي منهج ريراو رباز أكاد وفيويستا همو كسيكي طالب علم أم جور كتبانا بدرس بدور بوردي كون يتواجه بجيك لجياني خويا پیش اوی که ابتینا نو کتبه کوا و برگکانی شکار کن ابینی ناشر او کسی که کتبه کن نشر کدوا هندک قصه لسر کتبه که اکاد و لسر بابته که هندک قصه اکاد دوائی سپاس وستایشی خواه تعالی افرمی اما بعدو فلما كان من شأن المسلم ان يتعبد الله تعالى طبق ما شرعه تعالى في كتابه وبما جاء في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة وما تفرع عنهما من أحكام الله يلا بروا إيشو بار إيشو حال مسلمان وهمو مسلمانك أما إيشتي أيوات خواه فلسطيبك وأيوات بوشي وعزا خواه فلسطيب كخواه تعالى أيوات القرآن وسنة في غنبر صلى الله عليه وسلم شون أيوات سنة الصحيح وهمو حكم كان كلا قرآن وسنة أبنوا سرشاوة أقرن همو مسلماني أما إيشتي وكان الوصول لمعرفة تلك الأحكام غير متيسر لكل إنسان فقد امتن الله تعالى على هذه الأمة بعلماء أجلاء من الصحابة والتابعين ومن بعده الله يعني همو إنسانك ناتوان إلى قرآن تبقى وهمو إنسانك مسلمان ناتوان إلى سنة تبقى يعني
لنيوان خلقا لقل قرآن والسنة لنيوان خلقا شوازي كي قشتي لقل سرشاوي الشريعة واسطيك هي واسطيك هي كقرآن سنة أجين نخل أو أنا بنتين لزاناكا يعني قرآن وسنة خوي كي شيء تاني يوكو أصل وحي هي جور خلاف وتناقض ونسازي كي تانية چونك الأخوائك هاتوا يك خوايا هيج نسازيك وتناقضيك ودجي كي تاني خلقيش خوان لبر جهل بوني جهل لبر كمي مستواي خلق لبر او جوازي كلبيني خلقها هيا لا تيجيشتن لا توانا كانيان ابيني خوان ناتوان لقرآن ولا سنة تيبقى كابو بيويستان بشي هيا بيويستان بزانايان هيا ليلوا بيويست مفهوم يك راس كينوا خلقي مسلمان وأزانه بتعبت جن جيني جن شيني جن جوا أزانه كوت فلان كزانا يا يتر علمي صد لصدا فهمي صد لصدا إصابي صد لصدا ووش وتشد فلان كسي زانا يا وأزانه أم زانا يا لقال أو زانا يا لقال أو زانا يا وجيك واع هم زانا كان يك درجة قلوا أزانه هم زانا كان يك درجة همو يعني يك مستوعين هي همو يك تيجيشتني هي زانا حالا ناكا زانا تاوان ناكا زانا هو كار زانا كان إسلام هو كاري خلاف النية بويا هركز بو بزانا توا بويا زوج جالبيني ألين فلان كز زانايا عالمة شو أنا بيوافله شو نوافت وعدا يعني زوج أو تريت فلان كز لا فلان شوين زانايا بس او زانايا لي لولاتي يما هي زانايا تانية لكردستان زانايا تانية لعراق زانايا تانية يعني شي مقصر خلقي زور فير بو علين لعراق زانايا تانية لكردستان عالمي تانية زانا لها معالمة بس فلان كس وفلان كس لفلان ولات عاجي اما انا همي سرشاوكي اوي كا اي زاناكي اي تو تصورت بو زانات وانا زانا بدای تو اوی چی به بویا زور بلاین و غریب اگر زانا یک غلط که زانا یک فتوه یک بدد و ازانا زانا ایتر هموی یک شو شوازه هیچ جور نقصانی کتانیه هیچ جور کم ترخمی یک نیه هیچ جور حکار یک نیه بو خلاف بویا ضرور ابزانی سرشاوی شریعت قرآن و سنت خلقیش که دینکی بواتوه لم بينه واسطيك هيا كبريتين لچيني زانايان كدين قرآن والسنة بو خلق شيكا نوا باشا فقد امتن الله تعالى على هذه الأمة بعلماء أجلة بيكيك لم منتكان إخوة سبحانه وتعالى فضل إخوة تعالى ويا أم أمتي إسلامة شندين زاناي برز وبرز إخوة تعالى راني كدوا مسخري كدوا يعني دايناوا بوي أم شريعة جوانا أحسان كان بو خلق من الصحابة هل ناو صحابة زانا ينهبون وناو تابعين دا زانا ينهبون ولا دواء أوا تفقهوا في دين الله وتعمقوا في فهم النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله يعني أمانا همو قلبون ولا دين تيقرشتن قلبون وشان دين شار زاي قولوا قرينشان لشريعة زاني لقرآن وسنة وأحكام كان القرآن والسنة ينبو إما درهنا وبردس خست وأظهر ما فيها من أحكام حتى أوضح للناس معالم الطريق على هدى وبصيرة فرضي الله عنهم أجمعين بقدر ما اجتهدوا وبذلوا تا زانا كان همو ريقو همو ريبازو همو ريشك كاني علم همو نشان كاني علم با شوازی شیزور جوان همویان بو ایمه بیان کرد دو اوی که دعایان بو اکد فرمی ولقد کان من الطبیعی ان تختلف بعض اقوالهم طبعا شتیشی سروشتیشا یعنی اگه تو بیت مذاهبی اسلامی مذهبی شافعی لگل مذهبی ابو حنیفه لگل مذهبی مالک لگل مذهبی احمد کوی که تو زوری نشتکانیان وگیکا زوری نشتکانیان وگیکا بله هندشتش جیوازیان هابه لفروع ده كا
كشيني أما هر شار مذهب قال القرآن سنة إجماع قياس بمشي وذا بلاي هر شار مذهب كواب ونمنا قرآن حجية سنة صحيح حجية واضحة بويا أكريد بونمنا قول كانيا هنديك جوازيت يهبه ولقد كان من الطبيعي أن تختلف بعض أقوالهم وتتعدد فتاواهم في المسألة الواحدة أكريف فتوى عالميك لغل عالمي كترا جواز كابو ليرا أو فير بين أم دين الدين شي بشرية بمعنى يك لمعنى كان برتو تيروانين يك بتماشا كردن يك شون أم دين الدين شي خوائية هاتوا بلا ملايك تري شوا ديني كي بشري يعني أم دينا هاتو بوي بشد في عديكا بوي اللي تيبقى بوي أبينين زوجر چندين آيات هيا چندين بابت هيا بشوازي شي عام بقشتي باس كلا وبالام تشوات شي وخال بندية كاني باس ذكرا سبونا منا وأمرهم شورى بينهم يعني أما حكمي شي عام بالام شوازي شورات شونا جيه يلرا وبو عرفي خلق بمرجع مخالف في كتاب السنة نبي بيتواني كتاب السنة نبي الشورات شو نبيك أبيني لو أنا من شواز يقصبكم تو شواز يقصبكي من بشتيك تيبقام تو بشتيك تيبقي بويا لبيني زانايان شهر وايا زانايان لنيوانيان دا فتوى كانيان جوازيان تيهبوا لأسباب بينها المؤلف في هذه الرسالة يعني فتوى كانيان أبيني جواز لبيني مذاهب إسلامية لبيني فقهاء وعلماء فتوى كانيان جواز ألي لم كتاب لم نعمل كيا ككتاب رفع الملامة هو كاري جوازي نيوان زناياني فقهاء إمام كاني باس كدوا شيخ الإسلام ابن تيمية محاولة كدوا أسباب هو كاركاني خلاف لنيوان زنايانا كل كتاب بو دخل ويأما مهمة مو طالب علمك بزن شو كأجر خالة كانت زاني مش كتسينجت فلوان به أو كتا بس روشتي أزاني كتوش تيجالي برهن بركة شتة تراله استخال كي وايد عتوا جنج بتعباد وأزاني أجر أوي خوي وتي أجر هركسي أول نلا يتر أوي أو دينية باب لي تو أو الصلابة بلا ما بيه عذر بأيش بدي شو كأيش اجتهادي كدوة شون كسي كوتوة كاجتهادي كدوة يعني قريمان أويتو صح نبو لو أنا صح نبي ما دام مجالي تياها يا احتمال صواب احتمال صواب لو أنا أويتو صواب نبي جالي وايه صال لك دو صال شن صال لك لسر فتوايا كتشي لسر حكمي كتشي كفلانشت درستا دعي مدري كدرستيا نمونة زورة بديها بصدها شد لسري أشي دعي سيدك هي قناعات تبينامينه يعني كي لو أنا بون من الصلاة والتسبيح شخصي وعي على صلاة التسبيح بداية بو والله حديث لسرنية هاك حديث لسرع ابن عباس روايتك الباني الله حسنة الباني الله صح لك هاك الباني بابولة فلان كذا سندك هي وآوايا 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 فنزيت جولين توا صال دو صال دصال شر اللي سر كلاوة لا أفغانا أحناف فنزي سلفيان شكانوا لسر فنزي جولانوا فنزي جولانوا توا فنزي بعدها وش كان ديوتي شكو بلاي وانا وأحمد وشكا حالة تاوة بيتوا تحصب همزن تحصب أم شر اللي سرق أم شر اللي سرق بالله ما قلتوا فقهي فقه تابو منهج الناسي أما أخوي حديثي كان أكل صحيح بأكل ضعيف بو أكل صحيح بأكل ضعيف شو كأما بشر روايتي كدوا هو كسما بوحي من بنات وكا إلا أم أهل بوابه فانت جولانا وحديثي كان زائري كوري قدام لسندك يا هيا مخالفيك شمكسي شتري كدوا لدك الزياتر أو أنا لأم أو ثقترن هنديك جلنا عم مخالفي قادي حنية حديثك هربي نابتا ضعيفك وألباني بويا تحديثك هرمين توا يعني تو أجر كسي وتي ضعيفة با بيتي أجمش أجر كسي شوتي بند جولان أو يتيايا بيتي أجمش وارو هم مسلمانة شتك هل بجري
هل بقري صحيح بيه يا ضعيف بيه حلال بيه حرام بيه دخي شي صريحي راشكاوي لسرنا بيه إمكان بيه بشر تيا خلافي تيا دروز بيه بوشي قرشي بس مسلمان أنا مكيشك يعني حمو مسلمان أنا مكيشك يعني بس ورد ببنوا بس دانشن بس بير كانوا بس مجال بن ليك تيبقين حتى لمجال عقيدشة زوجر مسائل إلى مجال عقيدشة خلافي تيكوتوا بس يقول لي يقبل اللواني يبقى عنجا بلان كاتك تصوري أو أنها كان كشتيوا الروب دا دعايش بون من الشهوة تيجي تيك الله ها تومت بخي نوي تيك الله تجهيل وتفسيق وتبديع وتكفير واتهام كذني يكترو ويسر لشتي زور قول درك أم مسلماني كاستاهي كاتي خوي بچن مسلمانی شی زور کم و بچن صد مسلمان و بچن هزار مسلمان و همو جیانی دنیای عالمیان گوری اصلا چند مسلمان هیا ملیار و کسر ها ملیار و نیو بر دو ملیار ای بو اصلا مسلمانان حالیان وایا یعنی ام لاوازی که لبینیان هیا که پشت یک ناگرن که دش بیکن هکارکانی شی بشه که لم هکارانه امه یکا که تکا دش به یکن پی لوازه بن کابو فلم یوجد ما یوجب او یبیح طعن بعضهم ببعض و انما اخذ کل مسلم و انما اخذ کل مسلم القول الذي رآه مع الدلیل و عمل به تو دلیلی که بود در کتوبه صحیحه زنی ایشی ببکه بلان لو أنا من بصحيح نزان تو من شي مكة تبديع مكة تأثيم مكة اتهام مكة لو أنا من تو اتهام كم أجر من جوك توب كم من تو اتهام كم كتو شتك بدين زين دين جني بويا أو يخوض برجع يشي شي بيبكا ما دام دليل سرة أي أجر كسيك دليل نزاني ونو كسيك عوامة كسيك مقلدة إيه تقليد بك كسك عوامة تقليدي كسك كسقة بيتي كأتقايا أعلم أزعين لسا القرآن وحديث الروا لو أنا نشي بيك بلان هاتو بوتو درستا كنتو أتواني تقليدي كسك بيك أتقايا كأعلم ومن جهل الدليل استفتى من يثق به في علمه وتقواه فأخذ بقوله وعمل بمقتضاه ثم جاء من بعد ذلك من تعصب لبعض الأقوال ووالى أصحابه يعني كاتي خوي صمانان وابون أئمة وابون هركسي هرشي دليلي ذا سكوت بدل لك إيش أكيد مسلمانان ثقافة ينا أبو منهجيا صحيح أبو روشن بيديان لنا أبو أئمة وابون حديثي كده سكوت إيش فيه أكيد أي زاني أو حديثي ده سكوت أبوي بأي شكام واروا هركسي كيش تقليدي ودرز بو تقليدي أكيد تا تعصب هاد تا تعصبي مذهبي هاد همو خير وحق قلته ولا شافعي رحمه الله همو حق صواب قلته ولا ابو حنيفه همو حق الدين صواب قلته ولا شيء لا احمد ولا فلان ولا فلان فلان واروها لسر لا 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 لمجال السياسي الشرعي لمجال السلوك لمجالات تير بوكو يستان لهمو مجال هر كسيك عالمك يخوي قلت والله صواب هلا اوا تنها او وي أما بيت الدعبش كذني مسلمانا وداوش عندني شوكة وقوتي مسلمان بويم ثم جاء من بعد ذلك من تعصب لبعض الأقوال ووالى أصحابها ونسب لهم من صفات المدح ونعوت الكمال ما هم بفضلهم وتقواهم وعلمهم بغين عنه دعي دسيان كذا مدح كذا بولمنا وإلهات حديث هل بس لا مدح ثنائي أبو حنيفة كأن البيغمبري خاص بس أبو حنيفة كده لما شافعية لمالكة لفلانة لفلانة أحاديث ضعيف وموضوعي عند رسكت بوشي بومدحي إمام كانيا مجموعية كان جاب عكس هو شون أحاديث عند رسكت لا ذمي إمام كان بون منا أبو حنيفة وقسام بيأكد فلان وقسام بيأكد بان حالتا مسلمانان زور ليك دور كوتنوا خلافك زور دروز بو بوشي وازا الناشر قصلا سر موضوع أكاد الله تا شندين حزبو شندين فرقاو شندين جوري
فرق ومذاهب وجدال وخلافات وطريقة وريغ ورباز لبيني مسلمانان دروز بو تا دجمنان تماحيان كده مسلمانان او بو چندين شتي خرابيان لتاريخ ولميجوي اسلام بسر مسلمانان هنا تا اسشي لقلابه يعني مسلمانان زور ضرورة بقر نواب بو منهج متقدمون بقر نبوغ اشكدن بكتاب والسنة بفهم السلف با ام جور ثقافتاني كهيا يعني خلاف وازلي بينن تعصب وازلي بينن شون كوتني حزب ومذهب وشخص وفلان وطريقة أمانة وازلي بينو شوني قرآن شوني حديث وشوني فهم صحابة بلان شوني بس يجي فلاوان بمشي فلاوان با نيازي شباش با بزيهات نو بيكترا با بويكا يعني قماني باش بويكتر ببريت يعني تو شون خود كسي كبيني بدوي دليل ويلي او دالي راستقينو او دالي منهج السلفي دي بلاك شد الواية لو عني نزانيني جيبه نفهميني جيبه لو عني تواناي هر وانا به تاجا كبيني شتي جي هيا دسي بغرافيريكا جاريك دو جار چند جاري باهن الزبري شي تيابه دوهي باشا به باشا به ليك حالي بن ليك ودالة چنو كو كدالة دوهي سيريك ايوش نيازي وكتويا بوي براسي ضرورة بقرين وسر أو أصلا وهو كاري خلاف لبيني زانايانا كاتي فتوى وجاواز يكانيان هيا هو كاري خوي هيا بيويسا أو تفهم كين ولي تيبقين أم خلافانيك لبيني زانايان هبوا كسانق لزانايان إسلام لي أغدار بون حالي بون جوان جوان دلاسيان كدوا چندین زانه هر یک لای خویوا حولی داوکا ان دیاردی تعصب و تحزب و فخر با مذهب و شخص و اوشتانه وازلی بینه و همو بگرتو بسر قرآن و همو بگرتو بسر سنتی صحیح و وازل خلافت کانین بینن او رقو دجایتی و دوبرشی و خلافانه بلا بنن يك لو زانه يعني كزور كار الاسلام موضوع اكد وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حمو جاني خوي ترخان كد بو نهيشتني خلاف هرچن پنجي خشوت السر زعمكا حمو شتكاني دزنشان كدوا حقي بحق وينا كدوا باس كدوا اوي باطلة وتويتي باطلة لسر اشخاص ومذاهب واحكام شتي باس كدوا بلان زور بإنصافه لقل ناركاني خويا لقل مخالفة كاني خويا لا هموت فرق بإنصافه وقصي لقلا كدون وهولي شداوة ببيع ويزيادة رويبك ببيع ويكا كرت رويبك والله تعالى أعلم يك يك لا ديار تدين كردوا كانوا كاركاني شيخ الإسلام ابن تيمية أو يكا أم كتابين وسيو أم كتابة يك يك لا كتابة زور قرنجا كان بو حل كدني شيشي نيوان مسلمانا تيغيشن لم جورة بابتانا انسان والي اكاد لقل يقتلها بجي تعايشي هبه تعاوني هبه يقبونو اتحادي هبه وكو هنديك كساني بونو منشار زاو مربي الين اصل اويكا مسلمانا شيبن يقبن بلا مقر يقنبون با هاوكار بن با متعاون بن اگر هاوكار نبون با لقل يك بشي اگر لقل يك نجيان شوارم ينشيا هلاك الاتحاد التعاون التعايش الهلاك براسي استا اويك لقل كز ناجي مسلمان لقل ومسلمانة او مذهب لقل ومذهب ناجي وحزب لقل وحزب ناجي وطريقه لقل وطريقه ناجي او داعي لقل وداعي ناجي وهلاك هلاك وتياسونه ودجاتيه يعني تو الدوري كافر كان بيني لبري او كافر مسلمان خلاص شو كانت لناوي بري تو دوري او بيني بنيابه مسلمان لناوي اكو خوارج شلون واز لكافرين لقل مسلمان شركا بنيابه بو كافر بو هلاك اجينا اصلا مسلمان او مسلمان يقبل مسلمان يقبل اگر نه تو انی یک بن بله گله تعاون کن اگر نه تو این تعاون کن بله گله یک بجی
اگنا نابێت چوارم هەر هەبێ. یەکێک لەو کتێبە مهمانە ابن تیمی رحمه الله نسيتي فإنه بين فيها ما يجب على كل مسلم يعني اشتكى واجب لسرها مو مسلمانك أن جانب ده من موالاة المسلم فهو إما واجبة أو نبلي السنة بدستي خوتا بدستي خود نيا بيكي نيكا نا أبي ولا أدبي دوستاتي دبي خوشويستي دبي بوها مو مسلماني بدا خوايسا داعي هيا كسانيك هن عليهم مسلمان احزاب احزابي اسلامي يا حزبي يا كسي مبتدع برامني قشتو تا وراديه الله مسلماني مبتدع برامن اي شين المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم مبتدع مبتدعين كيف خويتي اشعريه براتا مذهبيه براتا حزبيه براتا ما دام كافر نبي برات يعني حقي برايتي كم ترين حقا بويا خوش ويستني مسلمان لبري مسلمانه واجبة كابو ابي موالاته بي خوش ويستي بو مسلمانه نبي باشان خوش ويستي بو كي بو زانا لنيو مسلمانانا طبقي زانا طبقي زانا عالم علماء ضرورة بو لبري وقال زانايان تخوش نبي با زانايك تو بابرانبر به تو زنایک به من رقیش بی تو بیو که زنه خوش بی مادم مسلمان چون که زنایان دین بو ایم بحث کن حق بو ایم بحث کن که تا رقد لزنایان بیتا و لعلماء بیتا و یعنی تو رقد لحقیقا بیتا و نه بی لبر اوی اجتهاداتی فلان عالم بو نمونه تو شون اجتهاداتی شافعیه که رحمه الله نه بی رقد لامام احمد هبه نه بی رقد لامام ابو حنیفه هبه نبي رقد لبولمنا شون اجتهاداتي ألبانية كبير رقد لمثل لابن باز بي وهروها هر زانايا مثل هل ما دام زانا بي مسلمان بي أهلي كتاب السنة بي أبي خوش ويسيد بيها بي وخاصة العلماء الذين هم قدوة السلف الصالح وخلفاء الرسل يعني وانا جيني شيني في غنبري إخوان صلى الله عليه وسلم لدواي في غنبران لدواي في غنبري إخوان صلى الله عليه وسلم كي دينك أبو إيما باسكا زنان جا زنان أواني كمردون يا أواني كزندون بداخوا كساني هن الله أمن شوني زناناك هم نماني كزندون سيخن بي زناناك زندونية لدواي سردمي فلان وفلان وإيتر من شوني هي زناناك ناكو مقصي هي زناناك ناكم كتابي زناناك ناكم موا أنا ليه لو دائما أو شتانا همي هلان زانا زانايا لسردمي سلفة حتى أم أمتب مني زانا في ويست بوها يشويني كوي خوش بدوية ويا تقديري ليه بقري وأكري زاناي واها لم سردما اجتهاداتي هي لواني لزاناي 200 سال پیش استا زانا تربي وسود بخشتر بي ومجدد بي ودينكت باشتر بو بيان بكات أما تو بلي والا من تنها شوني زناني كونا كوم كتبي زناني كونا خوان موا كتبي زناني تازانا خوان موا اما انا همي هلان بويا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اكو ناشر فرمي فذكر رحمه الله انه ليس احد من الائمة المقبولين عند الامة يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اصلك لو اصلاني كلام كتباسك الله أصل لزانا أويب أن قسم خالفي ديناك أي تو بلي شافعي كاتيك اشتيق الله كاستلقل دليل الرقناية مخالفي دليلك تو بلي بأن قسم كتبتي تو بلي أحمد يعني مخالفي ما بس أو مخالفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير أنا زاكم الله زانا كي قورا شاعتين بدراوة كاتيك بينين فتواي كداوة حكمي كداوة دش بآياتك يان بونم لقل آياتك رقنا كوي مخالفي حديثك يعني أبي توبزاني أصل لو عالم أوني كبا عمدا أوي كذبة بويا أو درستني أيج مسلماني قوشتبك كي جاي كسي كي زانا بيك بارحال ناشر بمشي وازا مدحي شيء مكتبة أكاد و أو باس أكاد كأم كتبة تبكي مهمة شيخ الإسلام لما جاء لنا سيبتي وعشان دين كسيترش لا زنان
ناوی چەند زانایەکم لای خۆم نووسیوە، یەکێک لەوانە لە زانایان کە باسی يعني كتابي رفع الملامة كان شيخ ابن باز رحمه الله أفرمي كما بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل، يعني بكتاب الجليل بعزيك الكبير كبير القدر رفع الملام عن الأئمة العلام، وقد أجاد فيه وأفاد يعني بجوانيش تكيه ناوى بنفع وسودي كاندوى وأوضح أعذار أهل العلم فيما خالفوا من الشرع. الله هو كاري أوي باسك دو ابن تيمية هو كاري أوي كا أجزانيان كاتك كا شتيكي شان وتوا نيان بيكاوا مخالف دليليان كدوا، يعني هو كاركيشيا هو كاركاني باسك دو أفرمي فليراجع فإنه مفيد جدا لطالب الحق ربع او كتبه بخنوا او كتبه كتبي شيزور جرينجا بو كسك حقي بيت او كتبه زور سودي ها واروها لكتاب جرح وتعديله لكتاب جرح وتعديله صاحب كتاب جرح وتعديله فرمي ومن انفع ما الف في هذا الباب كتاب رفع الملام عن الائمه الاعلام، يعني شيخ لا سود بخشرين وباشرين كتبه كان كتاب رفع الملامة، فإنه جدير لو كان في الصين أن يرحل إليه أو أن دام شايستي أو كتابة أقل للصين لو فري بابلين يعني زوي دايبني يعني بتشي بو الصين بس بو كتابة بس بو كتابة كان بتشي بيهني أو كتابة أي هنا شايستي وأن يعض بالنواجز عليه، يعني بقطع بدانا ثاني كوتاي إنسان بقب أم دا أم بكاكي لكانت أم كتابة بقري قبي بيابكي أي هنا أم كتابة. فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة وعلم أن سعيهم إنما هو إلى الحق والهدى. للرحمة إخوة لويك وعزر أهانية وزانا زانا كاتك قولك فتواك شداء هل يستش معاصرون أما ابن عثيمين أما ابن بازة أما فوزانة أما السعدية أما الربيعة أما الزيدة أما عمرة كاتي كابري عالمة فتوايا كذا عزري بين نوع بو بين نوع بلا لواني لواني واي بتبي لواني دري لكي نبي لواني شكا أصل لعلماء ويا بأن قصد مخالفي شناكا مخالفي حقناكا مخالفي دليل ناكن وعلم أن سعيهم هولي زانانشيا هولي أن دائما بوشيا إنما هو إلى الحق يرد، يعني حق سركبه يعني علم بلاو بيتوا واتشان دين كسي تريج لزانان مدحي أمتبان كدوا كتبك بوي كاتمان بدس وبمينة أشينا كتبك بشتراني خواهي تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية فرميشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه سبحانه وتعيش بوخوي تعالى لسر نعمة كاني آلائي يعني نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه نلا أسمان للزويد أخوة سبحانه وتعالى يجور شريكي شنيع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما وبعده. فيجب على المسلم أما هجالك جيشنا شتيك مهم خالي كده سردانا يعني لا 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 انترنت وانا بينيم أم كتابة كلاوة خال يعني يشك لو معاصران طلبي علم يعني أم كتابة كلاوة شاستو سيا خال يعني شاستو سيا لو أنا تو أقل بجواني بيبوشي لو أنا صد خال دركة صد خالي جرينج فوائدي جرينج أم كتابة يعني يكي لو خالت هنا على شيء. فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن كابو يجب الولاء والبراء ولاء وبراء ولاء ليلة موالاة هنا موالاة لقل مسلمانا أبي ولاء تابي أبي دو استعاتي دابي أبي خوش ويستابي استوى إليها توا مسلمان مسلماني خوش ناوي
سلامی لێ ناکا سەدانی ناکا کابرا بینی ڕیژدارە بەلای یەکاچن سەلام ناکەن ئەم ئەڵێن نەوە ئەویان تەکفیری بێ ئەمیش بەڵێن نەوە فڵان کەس ئەوە بێت جاری وایە هەمان من نەجیشن بەڵام یەکتر ناناسن سەلام لێ یەک ناکەن جاری وایە بۆچی سەلام لێ یەک ناکەن بۆچی یەک خۆش ناوێ یعنی ئەبێت تۆ موسڵمان خۆش بێ سەلامی لێ بکە با سەلامت لێ ناکا تۆ سەلامی لێ بکە باڕقی لێدە تۆ سەلام بکە هیچ مەترسە لەوە سەلامی لێ بکە سەلامی لێ بکە خۆشت بێ محاوەلە بکە یعنی دەست پێشخەری بکە لەوە بۆی بیکەیتەوە گە هەڵەیەک شتێک ڕووی داوە موالات المؤمنین کەما نەطق به القورآن خصوصا العلماء بتايباد كسك زانا كسك أهل علا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم كأبو خالدون العلماء ورثة الأنبياء يعني أنا جينشيني في غنبرة صلى الله عليه وسلم يعني زانا نكو أستيرا شون أستيرا أسمان بوروناك كاتوا علماء وان يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم خالصين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم يعني هم مسلمانان كوكن يكران يكدنجن لسر أو يكام علماء أهل علم أهل عقل أهل هداية لسر صواب حق الصواب لا يأوانا يعني أكري الرجل رجان توبو دروز بي والله كاكا من سقم بزانايني زانايان پیاوی طاغوت زانان پیاوی سلطان زانان پیاوی حکومت زانان ما و زانا خو فروشتوا دینی فروشتوا ز زوج شته بی سی ده محاوله کی بو خلق ربط نبی به زانان و با علما و وی زانان اسقاط نخیر نخیر زانا له مو سد مک حیا امینته و وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم انجا فرمئذ لسر إذا كبن حرف يفيد التعليل حرف يفيد التعليل بوشي إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين أما تعليلك أما بوشي بيويستا دوستايتي زانا يمكن خوش ويسي من بو زانا وبو علماء كان من هذا وبوشي بيويستا يعني حق علم أوانا للجانبي أوان ببينين ولوان فيربين ألا لبيش أمتي إسلام لبيش أمتي إسلام زاناي همو أمتكان خلافترين خلق بونا بونا منا لناو يهودا شي خلافترين خلق بوا زانا كانين أحبار كانين وهر وها أمتكان زر بلان لا إسلام إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني زانايان باشترين خلقا بويا إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم يعني باشترين مسلمان زانا كانوا أما نيواني زاناي خلافني عالمي سوء نية نا بلان طبقي علماء أكو طبقة فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته أمانة جينشيني بيغمبر صلى الله عليه وسلم والمحيون لما مات من سنته كابو المحيون لمن مات لما مات من سنته شيء خالي كتير شيء سنة زنوكاتوا زانان شندين سنتها يا إما أنا ما أنزاني بلان لكتابي صحيحي ألباني دا لكتابي ضعيفة دا لكتابي أحكام جنائز دا لكتابي صفي صلاة دا شندين سنتها يا لكتابة كاني ابن باز دا لا ابن عثيمين دا زندويان كدو شندين بدعاها يا مران ديان باسيان كد شندين بدعاها يا لأحكام جنائز دا ألباني باسي كد لم عصره تجديد دينك بويا والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب قرآن في هذا كذني قرآن تفسير قرآن باس كذني أحكام كان قرآن بزانيان
حاصل بو وبه قاموا زاناش نابت زانا بقرآن ونبي أجنا بشر أجر شار زاي نبي علمي نبي يعني چه دوري كي چه رولي كي زانايان أو قدريانية بوهي قرآن أمش أدبا شيخ الإسلام بفرمي بهم قاموا الكتاب قرآن بوان سركوتوا قرآن بوان رنبوتوا قرآن بوان تفسير كلاوة بوهي أدبك بكار بيني الله وبه قاموا أو أنش بقرآن و قرنجيان فايدا كردوا يعني دوري منو توجيه أجر شار زانا بين قرآن للسنة شي حسابو يا ماكا كانت كفيري قرآن بين شعر زاء بين قرآن بيانك سنة بيانك علما فيداء به ويسرك النو فيداءك ما بغوي قرآن ويا وبهم نطق الكتاب وبه نطق هم قرآن بلا وبوته وزانا هم بلا وبوته وبه نطق وأوانش بغوي قرآن ودميان فيداءك وزبانيان فيداءك ودنجان أقات الخلق وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل ما خالش بينجم يعني العلماء لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة علماء بأن قصد جاءت كتاب السنة ناكا مخالفي كتاب السنة ناكن بيتواني كتاب السنة ناكن إكاتك عالمي قبيني بونمنا شافعي على قنوت سنته قنوتي بعاني من تولين بدعية لا شافعي سنته أجر يعني أجر كسي قنوتي نكن لما ذهب شافعي ده أبي سجى سوبات بوشي خوان جاهل لبون كاتك اجتهاد يعني كدوا توتواني بلا اجتهاد كان غلط بوت هي بل القرآن كانت كوات شندين فتوى توب حقي نازاني بصواب نازاني أواني كان يا لما ذاهب ترى ما بس يعني أو نبوه كمخالف كتاب السنة بك فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كابوها موزانا كان متفقا لسر اتباع انتو واتزاني سلفيت بدم شافعي سلفينيا ما هلايا وازاني احمد تو سلفيت بلام احمد كم ترخمي هبوا ابو حنيفة كم ترخمي هبوا النا مالك كم ترخمي هبوا النخير اواني جو كتوان متبعين وكتوان توتشون يعني بخوت حقي وادي علي من متبعي سنتي في غنبرة صلى الله عليه وسلم ايش متبعي سنت بوا اتباع السنة وإليك حديثي شبيني وبحكم حديثك بحكم دليلك الرشوة بلان أو حديثي كتوبيني توا لم سردمي النسيني حديثة لسردمي ونبو حديثي كتوبة بلغا هلوي دسكوتوا أو كياسد بدسي توا كعلماء روايتين كدو بدسي ونكوتوا حكمي بآياتي كدو شوك حديثي بدس نبو اتباعي كدو اتباع وإليك دو كمخالفة بك دليل وإليك دوك وبصر هلاط شخوانيا هو على زوبي نعم بوي فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك علماء مش خالي شتر متفق بنهرها ميان كسيانان وتوا طاعي مواجبة دون الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هرها ميان لسروا متفقا كواهم مكسئ سيلي ولا يجري وقصيشي ردك لتوا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لأحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه بلام أوهيا كاتك وهر كسيك لوان مخالفي دليلي كربي لا هرشتك إلا عذرك هبوا بوي وازيلا دليلك هنا وازيلا حديثك هنا وجميع الأعذار ثلاثة أصناف بكرتي أم كتيبة كرتكاتة ولا سي عذرة لم تفاصيلك يبيت دا سبب وجميع الأعذار ثلاثة أصناف أحدها عدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كاتك حديثك بدستي عالمك خي
بو نمونه اكو نمونه كي آسان مهنايا صلاة تسبيح فرسال ابن باز كان الله بيدعي بو بالواو رواني حديثك ثابت بي وفي غنبر صلى الله عليه وسلم حديثي واي وتبي وكد بيتي بلا ما الباني الله حسنه يعني باو رواية كد بيتي يكم شد اعتقاد وعدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني باور رواية ك باور رواية ك في غنبة صلى الله عليه وسلم وتبيتي كابو أما يكيك لوان دوام عدم اعتقاده إيراد تلك المسألة بذلك القول جاء رواية حديث يغاتوا بلان وايليتي يغا عالم قال في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم ما بستي أمي النبو بستي أجا هل كنتوا أن نستدمي صحابي بصحابة الله نجمك إلا لك ينبي بنو قريضة نبي هندي قواتي يقعد الله إلا أبي بشي تعبك هندي قال لنا ليلة شو يدرسنا كابو يعني أما موضوعك عدم اعتقاده إيراد تلك المسألة بذلك القول يعني برباو روابك في غنبالي خاصة ما بستي أمانية ما بستي أوية بوي خلاف دروسة به والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. قالوا الله بلى أما راسنا ما حديث بلى ما آياته بلى ما نسخ كلامته أما حديثه كاتوا أم حديثه نسخ كلامته أما نسخ كلامته راسنا ما حديثه صحيح ما آياته فلان توا بلى ما إيش بيناك إلا بلى منسوخ بكرتي هو كاركان سين أم سين وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. طبعاً هذه الشغلة معناه تنشتشي لعبة توا أو ده كاريكا أم كتبي لسر بنياد نوع سببية كم ينهدك باسكين هوكاري يكملة هوكاري خلافي علماء لقل دليلة ها لقل دينة يعني يسبب المشافعية بيني مخالفي دليلة أبو حنيفة بيني مخالفي دليلة أحمد بيني مخالفة دليلة زي الصحابي بيني تابعين بيني علماء معاصرة بيني سكين مخالفة بدليل أما اعتيادية هل صحابي جولتين صحابك أبو بكر حتى آخر زانا كدية ترجي خيامات ممكنة هيتش كان معصوم منين هيتش كان معصوم منين كاتك بيني مخالفة بدليل أصل أوي أم هو كارانا بد أصل أو شكرا أي ناس زانا أصل تيايا أو يكا مخالفة ناكا مخالفين ناكا أما معنى وانيا عالم نيا عالمي سوء جاري واي عالمي سوء أي فتوى عداد بغلط فتوى عداد لبات تماح فتوى عداد طالما هم باسا كمان أوانيا باسا كمان اجتهادي أو زانا معتبرانية صادقانية كأخوي تعالى بلو في يقوم مكانيش بيعداد لا نيو مسلمانا لدنيا وكان يكم أن لا يكون الحديث قد بلغه يعني هو كارك أو يك أو زانايا حديثك كيف نجيشتوا حديثك توبة توجيشتوا بفلان زانا جيشتوا أو نجيشتوا أن لا يكون الحديث قد بلغه ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه يعني أجل كسك حديثك كيف نجا آية سبحانه وتعالى خوا سبحانه وتعالى التكليف اللي أكاد أو شتى بزانيك لني أو حديثها أو حكم بزانيك لحديثك داها يا حديثك كيف أنا قيشتوا تكليفي بسرنية شنك حديثك دليلة ما ناو دلالتي ناو حديثك حكمك يا تحديثك النقا حكم حديثك شو نقا ناقا بويا ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية يعني كيشيك فتوايك حكمك مسأليك أهن لي فرسالي ليك أبي شو حديثيك كوال لسر أم موزعها تو صريحة وقطعية ودلالية شزور واضحي هي لحرام كدني يا حلال كدني نايزاني أشهد بون منا بظاهر آياتك بظاهر آياتك بظاهر حديثك حديثي كتير كان لو أنا ببيت بلغ أبوي حكم دا لو أنا بلغ حلال أخوي حرام به ين بعكسه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس
قياسي حكمك كدول سر حكمي شتر فلا نشد حلالة وتتي أمي شر وقواه أجا الشرع حاد باسي كيد قياس ناكري كم دين شد هيا يعني أجا دليل يقن نبوايا حكمك حكمي فلا نشد بو حرام بو إيه كم تيار بوشي سك حلال نية بوشي كم تيار حلالة كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام رواه الجماعة يعني همو حيوان شدرندا كلبيها بي هكا كلبيها بي وهمو بعض نديك نينوشيها بي خواردني حرامة إيه كم تيار جوايا كلبيها يسيرك حلال كاتيكا لسر كم تيار بون من حلالة بس علماء المذاهب لسر مسألة الريوي خلاف يعني وهي للريوي خلاف يعني بشو لما ذهبي شافعية للا إمام مساكاني خوما برسالك الريوي حلالة يا حرامة أظن حلالة بوشي والله الريوي درون دنيا يعني. لبريوي شافعية على درون دنيا باشا يبتو للا إمام أحمد أبو الله الريوي حلالة يا حرامة أظن حرامة بو أظن درون دنيا بعد درون دنيا بو إنسان بعد درون دنيا بو قازو قلو مريشكو فلان وفتار وشيشت خلاف ذو السبب بوشي خلاف ذو السبب حديث نهاتو باسي شي بك باسي الريوي بكات تو أبي قياسي كي لسر شي لسر أوي كلبي هي بلا كلبي هي أي دروندي يا دروندنيا يشي على دروندي كال دروندني بلام أو خلافة ببر أو بو كم تياد أقا حديثة كدر كي تدلوا حديثة كنبوايا لبروي دروندي أو لبروي كلبي هي حرام أبو بلام لبروي حديثات وان نخير كسانك بون من علم كم تار بون من لايك حلال لايك حرام بو ما بس ويا لا العلماء على الحرام ولا يقل علماء على شيء حلال يعني علماء خلاف يعني علماء خلاف يعني نقل لايك حرام لايك حلال علماء خلاف يعني الموضوع بلام ما دام حديث بو با خلاف إيش ببه تو إيش بك شيء كي إيش بحديثك خلاف علماء اللي قالوا إيش تيادي إخوان دليل دواته ما بس أويك كاتك حديثك ناقات عالمك ناتشار بوا بقياس بظاهري حديثك بظاهري آياتك إيشي كدوا جمع علماء وابن بوخوش ما رواية أما باسكة شيا باسكة أويك كاتك أبيني مسلمانك شتك بحلال زاني تو بحرامي أزاني تيامي مكا متشددة تيامي مكا بيدينة تيامي مكا دين داري بلا نان لواني لتو دين داري باشتر بي هو كار هي بو خلافة هو كار زانيان آخر وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب استصحاب شيء استصحاب لقل بلغمانوة تاب بلغيكي تذيه أو استصحاب بونمنا تو حديثك انتهي بدستوى بس اشتغك يعني جاء رواية حديث مية هل أصل بونمنا أصل براعية أصل الأصل في الأشياء الإباح دليلك الدنيا كبلا فلانش الحرامة على كاكا أصل تياي حلالا من بحلال يزانا يعني جاء رواية حديثك بيني لسرشتك حديثك بين بون منا كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير توا عليك القي هي كم تيرش حرامة حديثي شي نازاني حديثي أويك خلا ولا سر ما يدك نازاني لقل أن دليلا أروي هتا دليلي كتير أزاني أما بيوتي استصحاب استصحاب بويا يعني زور مهمة إيش يكلم مصادر إيش يكلم مصادر الشريعة إيش يكلم أدلة يعني كاتك كدليلك دسا كي يبي لقل دليلك أبوستي بمعنى توا حتى دليل كثير دي بون منا بلي اما بمشي وازني ابي لسل او بروي استصحابه يعني ابي بصاحبه رفيقي او دليلي كدستك حتى دليل كثير بيتو نقل كلا دليل ابو دليل كثير جاري وابو علماء هاتون وهم توتنا او موضوع اصل تيايا اباحيه دليل عند زنكوت يا اصل تيايا منع دليل عند زنكوت
فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. جالي واهية أو استصحابة لقلب بونية مخالفة بحديث. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. فاتي أبيني يعني سلف كيشنان صحابة تابعين يعني إيش وانا فتواي وانا مخالفا بحديث حديث صحيح بلام صحابة سيدك ركبة شوانيتي أو بو هو أويك أو حديثي فينا قيشت حديثي فينا قيشت يعني بقول حديثي ركضنا قبلة ركضنا قبلة لكا تارجتنا يعني أبو أيوب ينصاري الله إلا للشامة يملأ أود سكانا كبيني من أود سكان دروس كلابو خمان ولا شرخان كاتي دانشتي علماء دين الله باش أم صحابانا بوشي بوشي إيشان بحديثك ابن عمر نكدوا لمالي حفصية ابن عمر الزور بجواني روايتي كدوا أو تلا صحيحين هاي كاك ولا صحيحين هاي بوت ولا صحيحين هاي خولة سدمي أبو أيوب أنصاري صحيحين نبو تاشويني كاي حديثك بيستوا دواي فتلي وروشتوا بالشام لشام جياوا حديث ابن عمر نبيني با جاء ابن عمر بيني ويتي لكوتاج يعني في غنبر يخوابه صلى الله عليه وسلم بويا وحديثي في نقشت ومعذورة شندين مسألة هاي لدينا بدأها بصدها صحابيك شتيك الله شتيك الله فتوايا كداي لسري مردوها فتوايا شي في داوة لسري مردوها جاري واي ناوتشيك ولاتيك منطقيك لسري وفتوايا رشتون بوبا مذهب والله مسيرك إلا مشتق شتيك تربو حديثي كان لا بكاكا أو أصلا مخالفة بيت تو أكريبلي أو مذهبي فلان أو مذهبي فلان با مذهبي فلان إيش بيت والله كامي شوين يا كمني ما كامي دليل به والله أواني ترد معذورا بويا حديثي بينا قيشتوا. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة يعني هيج إنسان يقنية همو حديث كان في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم زاني به هيج كس يقنية همو حديث كان زاني به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء يعني في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم لا لجيانيا قصيبه خلقك لمجلس يوايا قصيك أخوة همو مجلسك همو مجلسك كان همو صحابي يكون هناك دو مجلس يوابو كسيك دو كسيك كسيك كتابه قصيتي هناك دو فتوايتي هداوة حكمتي هداوة شتيكي كدو بفعل أو يفعل الشيء يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا شيء حاضر بوايبيني شيء حاضر بوايبيس ويبلغه أولئك أو أن يجان جرايب خلق أو بعضه أو بعضهم هن يجان جرايب لمن يبلغونه فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من علماء يعني أو علماء قيشتا خويت على شيء بيستاء قيشتا أو علمانيك خويت على بيستاء قيشت من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر حلوة مجلس يكتريش بونه منه اشتتري باسك قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء مجلسي يكم اشتكان زاني مجلس الدوام اشتكتري أنا زاني أو إيك لا أمانة لا أوانية أو لا أمانة لا أوانية بوشار. وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته يعني كم عالم لعلماء الصحابة كاميا علمي زياتر بوايا واشتي باشتر لا بوايا بوشيوازا أو عالم عالمكي باشتر وشار زاتر أبو. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. أما كسيك همو حديث في غنبر
صلى الله عليه وسلم بزانت كسيوانب ولا همو أمتا همو دين لا يأوبه كابو مذهبي شافعي همو دين نية، مذهبي أبو حنيفة همو دين نية، مذهبي مالك همو دين نية. فأنا ناتواني بلي هل شوار مذهبك همو دينة، هل شيك لنا شوار مذهبك بيت نبيت يتتواو أو يعني كواب الدين نيوة الشيخ يقول من لمذهبي بين جمال لمذهبي ششماب جاء رواية ابن حزم أندلسي ظاهري أندلسي قصير قالت مخالفي هنشو المذهب إمكانة وصحبه جاء رواية لمذهبي سفيان أشتيك أبوها يعني جاء حديثي كي لا دلو هنشو المذهب وادعاء كذا بالله هنشو المذهب كحموديني كوكلوتوا يعني ايش يقول المذهب كان حموديني كوكلوتوا نخير اشتواني كابو يكيك له كاركان او ابو كباس منكد والير ان شاء الله اوستين ولا درس كتير تكملي سببيه كما كان يكم هو كار لبيني زانايانا كخلاف حاصل بوبي اويا كسكا بشكل دليلي بينقش بشكل حديث بينقش ان لا يكون الحديث قد بلغ ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف انما هو كار هل يثش منوتوش كسيك لإما حديثي كيفية قيشتوا دليلي كيفية قيشتوا لا شتيك لدين تيك قيشتوا طالما كسيك كتير أو حديثين بينيوا بوي حتى حديثي كيفية نقا معذورة بمرجع معرضو بشتل كدونا بي كم ترخمنا بي دين لبدا سياحة بي ودراسينك أنا أو أنا معذورني أما كسيك دراسي شكا بلام حديثك نازاني تو زاني وتخلوني وتو نايزاني بويا أو كسم عذورة والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.